أكد نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الدكتور خالد بن خليفة الخليفة أن تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي يعزز من مكانة شعب البحرين كسفراء للتسامح الديني والتعايش السلمي العالمي. وشدد الشيخ خالد في محاضرته والتي نظمتها جمعية هذه هي البحرين بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي للتعريف بمشروع مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، شدد على أن مبادرة إنشاء مركز الملك حمد العالمي تجعل من البحرين مركزا عالميا رئيسيا للاجتماعات والحوارات والمؤتمرات الهامة المتعلقة بتحقيق السلام والوئام بين جميع الأديان من جهة، والقضاء على الإرهاب والتطرف خاصة بين الشباب من جهة أخرى. من جانبها قالت السيدة بيتسي ماثيسون أمين عام اتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين إن جمعية هذه هي البحرين قدمت 3 مشاريع فريدة من نوعها في العالم تجسد تماما فلسفة القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وهي تدشين كرسي جلالة الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية، إطلاق إعلان مملكة البحرين، وتدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في البحرين الذي سيعلن عنه جلالة الملك المفدى في 14 مارس المقبل، لتكون البحرين بذلك محطة عالمية للسلام والتفاهم والحوار بين الأديان. مركز الملك حمد للحوار والتعايش السلمي بين الأديان هو رسالة البحرين للعالم، رسالة حب، رسالة وئام، رسالة رغبة أكيدة وملحة من جلالة الملك، خصوصا وأنه دشن مع ابتداء توليه مقاليد الحكم في مملكة البحرين عهده الإصلاح. فنعتبر أن هذا المركز هو ثمرة الجهود الدؤوبة التي يطمح جلالته إلى تدشينها في عهده الإصلاحي على المستوى الإقليمي والدولي. ولا شك أن هذا المركز بحسب اسمه يعتبر رسالة محبة ورسالة إنسانية سامية. نشكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على رعايته للمنهج الإصلاحي اللي موجود على أرض مملكة البحرين. مملكة البحرين هي فخر لنا أن احنا نكون موجودين على أرضها، بنحس بالتعايش وبالمحبة. مركز الملك حمد للتعايش هيبقى صورة مشرفة للعالم كله من دولة عربية وموجودة في قلب الخليج، فصورة مشرفة لنا أن احنا يكون متجمعين على أرض مملكة البحرين ويكون المركز التسامح والحوار ما بين الطوائف موجود بمشاركة كل الطوائف والأديان. فعلا روح طيبة يا رب تكون منتشرة في العالم كله، وإحنا في الوقت دوت محتاجين للسلام ومحتاجين إن إحنا ننشر رسالة قبول الآخر والتعايش في وقت بيسود العالم كتير حروب وبيسودوا نزاعات، فإحنا محتاجين ننشر رسالة السلام من أرض مملكة البحرين. البحرين كانت عبر تاريخها يعني نقطة التقاء من تاريخها القديم، إلا هي نقطة التقاء حضارات بين بلاد الرافدين وبلاد الهند، أو نقل البضائع من خلال والنحاس من عمان وشبه الجزيرة العربية إلى بلاد سومر. فيعني هذه طبيعة ممتازة بها شعب البحرين بلقاء بمختلف الثقافات والحضارات والأديان. واليوم يعني احنا نشوف لو نجي لمساحة البحرين الصغيرة وخصوصا في المنام، يعني في مساحة ما تتعدى كيلومتر ونص او كيلومترين، نشوف المسجد والمأتم والكنيسة والكنيسة اليهودي والمعبد الهندوسي كلهم في منطقة لا تتجاوز كيلومتر ونص أو كيلومترين وتعايشوا. وهذا إحنا وعينا على الدنيا وشفنا كل أصحاب الديانات يقومون بشعائرهم وممارسة دياناتهم بكل حرية وبحماية الدولة.